ترزي القوانين اللي أول مرتب في حياته كان 24 جنيه وأبوه ضربه بالقلم مرتين. حقيقة أحمد فتحي سرور أشهر رئيس مجلس الشعب عدى على مصر، وإيه سر جملته الشهيرة المجلس سيد قراره، وليه رفض زيارة مبارك في السجن، وهل فعلاً كسب ملايين من مجلس الشعب؟ عن عمر 92 سنة بفارق أحمد فتحي سرور الحياة بعد تاريخ طويل جداً مسك فيه منصب رئيس مجلس الشعب لمدة 21 سنة، أصبح خلالهم واحد من أشهر رموز السياسة في مصر وتحديداً في عصر مبارك. أحمد فتحي سرور اتولد في محافظة قنا، وطول عمره فخور بنفسه وبينه وبين الغرور شعرة. وفي حوار لي مع اليوم السابع كشف تفاصيل حياته الغريبة، ده حتى في مرة كان عنده امتحان انجليزي وبيقول لأبوه يا رب الامتحان يجي صعب لأن مذاكر الانجليزي كويس، وعلشان اتفوق لازم الامتحان يجي صعب. وفي ساعتها لقى القلم نازل على وشه وأبوه بيقول له انت ولد مغرور، رغم انه كان شاطر في المدرسة بس ما كانش بيبص لكلية قمة. أحمد فتحي سرور من صغره هو غاوي روايات وأدب، وياما كتب قصص وروايات وبعتها للصحف علشان تنشرها، لدرجة إن في رواية كتبها وقالها على التلفزيون بعد فترة، ففرح إن كلامه عجب الناس حتى لو الرواية اتسرقت منه. من حبه في الروايات كان عاوز يطلع ممثل، ومن هنا خد القلم التاني من أبوه، واللي حصل إن أحمد فتحي سرور بعد الانتهاء من الثانوية العامة بمجموع 80% قال له أنا هدخل معهد التمثيل، فأبوه ضربه بالقلم وقال له عاوز تشتغل مش خصاصتي. ومن ساعتها أحمد فتحي سرور نسي حلم التمثيل ومثل في مسرحية وحيدة اسمها الخائن. دخل كلية الحقوق علشان يبقى بعد سنين واحد من أكبر الأسماء القانونية في مصر، وبعد تخرجه اشتغل وكيل نيابة، وأول مرتب قبضه كان 24 جنيه. وفي سنة 1983 بقى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ومن بعدها وزير للتعليم، وأخيراً رئيساً لمجلس الشعب لمدة 21 سنة من ديسمبر سنة 1990 وحتى 2011. طول فترة رئاسة المجلس أحمد فتحي سرور كان عليه علامات استفهام كتير، خصوصاً في طريقة إدارته للجلسات وتمرير القوانين اللي بتحطها الحكومة، لدرجة إنه اتقال عليه ترزي القوانين. بس هو نفسه قال إن اللقب ده ما فيهوش أي إساءة، ودور رئيس مجلس الشعب إقرار القوانين اللي وافق عليها الأعضاء، وملوش أي دور في صنع أي قانون. من وجهة نظره عبارة ترزي قوانين تنطبق على كل نواب الشعب لأن هم اللي بيصنعوا القانون، والترزي هو مجرد صانع، والعبارة مقصود منها الصناع، ولا يجوز إنه يساء تأويلها. طبعاً بعد 2011 كلام كتر كتير على أحمد فتحي سرور والفلوس والملايين اللي عملها من وراء رئاسة مجلس الشعب وعلاقته بأكبر مناصب في الدولة، وتقال حسب المصري اليوم إنه سدد مبالغ في جهاز الكسب غير المشروع علشان يسوي موقفه. بس أحمد فتحي سرور نفى كل الكلام ده وقال ما عندناش أي فلل ولا ملايين، لو كنت غني ما كنتش هحتاج اشتغل في المحاماة حتى بعد 2011. اما بقى رفضه لزيارة مبارك في السجن فالسبب الخوف من ان الخطوة دي تتفسر او تتفهم غلط على حسب كلامه، وحكاية انه رفض الدفاع عن مبارك مش صح لانه مبارك اصلا ما طلبش منه. طبعا طول رحلته احمد فتحي سرور اتشهر بجملة المجلس سيد قراره، ولما تسأل عنها قال انها جملة صحيحة دستورية، واول من قالها في مصر كان رفعت المحجوب، لان وقتها كان رأي محكمة النقض بالنسبة لمجلس الشعب استشاري والمجلس صاحب الكلمة الاخيرة. ولما حب يختصر حياته ووصفها بجملة واحدة، رجل أنفق حياته في خدمة الناس دون أن يخدم نفسه. فهل أنت فاكر عصر أحمد فتحي سرور؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.